سواء لجنة إصلاح المنظومة التربوية أو لجنة إصلاح هياكل الدولة، فأسمح لي كذلك أن أضيف ولايات الشرق. فتقريبا كل الجزائر هي والحلوة العديد من إطارات حزبنا الكبار جدا. الرئيس يكون إن شاء الله مترشح. القارة أنا قلتها هنا في هذه القاعة، القارة الكلمة الأخيرة للرئيس لما يقرر ترشحنا، احنا في الحملة. إلى عنده قرار آخر، احنا كأفلا نتكلم باسم الأفلا اللي قرر الرئيس هو احنا نطبقوه. احنا مع الاستمرارية لمرتبطة باش نحافظ على مكاسبنا وعلى تعميق الإصلاح. إذا لم يترشح رئيس الجمهورية، احنا عندنا ثقة كبيرة باللي الرئيس الذي أفنى حياته من شبابه وعمره ولا تخلى على المسؤولية وعمره ولا تخلى على نداء الوطن، عندنا ثقة كبيرة بأن السيد الرئيس سيكون هذه المرة كذلك في مستوى نداءات أحزابنا ونداءات المواطنين اللي راهم يناشدوا رئيس الجمهورية للاستمرارية، وسيكون بعد ذلك لكل حدث حديث.